أعزائي المشاهدين، طبتم وطابت أوقاتكم بكل الخير، وأهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم برنامج همسة مواطن. زي ما عودناكم في برنامج همسة مواطن، أي استغاثة أو نداء أو مشكلة لمواطنين طبعا بنلبي استغاثتكم وندائكم، ونكون واسطة الهمز ما بين المواطن وما بين المسؤول من خلال برنامجنا همسة مواطن. في البداية برحب بزميلتي، أهلا بك يا هبة. أهلا بك يا أشرف، أهلا بأعزائي المشاهدين. دايما صوت الحق دايما معاكم، صوت المظلوم أعلى من صوت الظالم في برنامج همسة مواطن. طبعا برحب بضيوفي معانا في الاستوديو، نقيب عمال جامعي القمامه شحات المقدس، اهلا بحضرتك. اهلا بك. كمان معانا استاذ روماني، اهلا بحضرتك استاذ روماني. استاذ سمير، اهلا وسهلا. طبعا نبتدي مع عم شحاته نقيب عمال جامعي القمامه. عم شحاته طبعا في مشكله قائمه، وطبعا يمكن كتير سمعنا عنها، وهي مشكلة جامعي القمامة بمنطقة البراجيل. عايزين ناخد فكرة عن المشكلة وبدأت ازاي، وايه الاستغاثة اللي حابين تقدموها سواء للسيد محافظ الجيزة او للسيد وزير البيئة. اولا ببتدي بشكر حضرتك والقائمين على هذا العمل، رجوع الحق لاصحابه المظلومين، وبستغل وجود على الهواء هن الأمة الإسلامية بمولد الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. كل سنة وأنتم طيبين. مشكلة دايما عم شحاتة، أنت بتضرب لنا مثل للوحدة الوطنية، وإحنا بنشكرك فعلا. عم شحاتة رمز من رموز الوحدة الوطنية اللي ما بيفرقش، اللي دايما يهني المسلمين بأعيادهم، وأيضا يهني إخواتنا المسيحيين. كل سنة وكل الشعب المصري ربنا بخير. ربنا يخليك يا فندم. منطقة البراجيل أحدى ست مناطق لجامعي القمامة أو للزبالين في مصر، وإحنا مش بنروح نحط كده في مكان بمزاجنا ونقول لا لا، ده منطقة البراجيل بقرار محافظ سعد زايد سنة 1969-70، وده كان الله يرحمه من الضباط الأحرار، وخصص منطقة البراجيل عشان تخدم نص محافظة الجيزة بالكامل. ولما راحوا آبائنا وأجدادنا لقوا المنطقة نائية ومقطوعة، مش بقى سنة 69-70، تمام، اتأجروا الأرض دي، وكانت الأرض دي بور من الفلاحين بعقد إيجار مفتوح، وفضلنا قائمين ومفيش مشاكل. مش ذنبنا بقى لما يجي التكدس العمراني يزحف علينا في الانفلات الأمني أثناء ثورة 2011، لما أنت عارف إن دي منطقة بتقولوا وباء وميكروبات وهتحرقونا وفيها كورونا وفيها، جاي ليه تبني جنبينا؟ سوق يعني انت على راسنا من فوق، وانا مش هعدل الكون. التكدس العمراني الزحف الينا، اتحججوا بالخنازير، حاضر انا نقلناها وديناها صحراء 15 مايل، رجعوا اتحججوا بالكورونا. طب ده احنا اللي بنشيل الزباله وادوات بقايا كورونا من البلد كلها، جايين تتحججوا؟ طيب ماشي. السيد المحافظ مشكورا قال اعملوها نموذجيه، عملناها ودهناها ورشينا مطهرات، يجي دلوقتي حريقه قامت، قضاء وقدر يا عم. تمام، الحمد لله اللي جابه ربنا كله كويس. تمام، ابص الاقي يا سياده المحافظ، انا شحات المقدس نقيب الزبالين، وسيادتك عارفني، سيادتك من الناس المحترمه المتعاونه مع المواطنين البسطاء. الناس دي يا فندم بتشيل زباله نص محافظه الجيزه بالكامل. الناس دي يا فندم بقالها 10-11 يوم من يوم ما قامت الحريقه وبيتها اتخربت وخسروا ملايين في المواد الصلبه اللي هي بيقعدوا تدورها مره تاني، مش شغاله. هيجيبوا الزباله يودوها فين؟ واكيد يا فندم اسال رئيس هيئه نظافه الجيزه عند حضرتك والساده سكرتير عام وكل القائمين في المحافظه مع سيادتك، حسوا بعدم نظافه نص الجيزه. بصراحه يا سياده المحافظ، احنا يا فندم مش ضد الدوله ومش ضد التطوير، لو الارض دي تلزم الدوله يعملوا فيها مشروع عام كوبري على راسنا، ده احنا ناس وطنيين ومش ضد البلد. صح. لكن الدين البديل يا فندم، الدين البديل. معلش سياده الرئيس لما بيهد بيت يوسع المحور، قبل ما بيهده بيدي بدائل طبعا للحلول. بيدينا يا فندم عشان احنا دلوقتي 500 اسره في 10 انفار، احسب بقى، مشردين مش لاقيين ناكل، قاعدين بالجوع بقالنا 11 يوم بيتنا اتخرب. ده كل اللي عندي في جمله مفيده. عايزين البديل يا سياده المحافظ، يا تسيبنا نعيد انشاء الحظائر بتاعتنا ناكل عيش لغايه ما سيادتك تدبر لي البديل. انا بضم صوتي طبعا لصوتك
يعني مش حيطه. وطبعا الموضوع خطير جدا يا جماعه، احنا عشان خاطر نتكلم على ربطة الزبالين في مصر، وان حضرتك يحصل لهم مصيبه زي الحريقه اللي حصلت في البراجيل، ويجي المحافظ محافظ الجيزه يطالب ان الناس دي تمشي من المكان ده بكل سهوله بدون ما يقعد معاهم، او بدون وضع حلول جذريه تناسب المخاطر اللي تعرضوا لها، او ان هو سيادته يستضيف مثلا استاذ شحاته وخمسه مثلا من الاعضاء الرابطه، ويقعد معاهم ويشوف ايه متطلباتهم وايه الاضرار اللي تعرضوا ده ان لها. شاء الله. ان شاء الله يا استاذه هبه، ده من خلال برنامجنا النهارده ان شاء الله هنتواصل مع مكتب السيد المحافظ، ويكون لنا لقاء مع مجموعه من المتضررين، وان شاء الله احنا دايما دايما المسؤولين عندنا في مصر سواء سياده المحافظ او وزير التنميه وزيره البيئه عندنا استجابه، الحمد لله بنلاقي استجابه من مسؤولينا خصوصا للبرنامج، وخصوصا لما بيقع ضرر على المواطنين. السؤال اللي انا بساله لك استاذ رماني، عدد المتضررين في البراجيل كم اسره تقريبا اللي تضرروا من قرار ايقاف منطقه فارز القمامه بالبراجيل؟ بحدود 500 اسره يا فندم، كلهم جميع ناقل القمامه من محافظه الجيزه، ومعانا تصريح من الهيئه العامه للنظافه والتجميل شهريه بسياراتنا وسيادتك. طب قبل الحريق، قبل الحريق كان في مشكله مع المحافظه؟ لا بتاتا يا فندم، ما كانش في اي مشكله. احنا بنكمل المحافظه سيادتك، احنا الجامع السكني والتجاري، وبننقل المخلفات من محافظه الجيزه الى هذا المكان من سنه 70. يعني اذا يا استاذ روماني ما كانش في اي مشاكل مع المحافظه خالص يا فندم؟ المشكله حدثت. احنا بنكمل المحافظه، احنا الجامع السكني في محافظه الجيزه بنوفر الدولة بتجيب شركات في أي محافظة تانية بتاخد ملايين، احنا شغالين ما بناخدش أي حاجة، بنوفر لبلدنا ملايين شهريا تدفعها على لجميع القمامة، احنا ما بناخدش أي مقابل شهري من المحافظة، وبنوفر لبلدنا كل الأعباء. ده عربيات، توفير العمالة الغير مباشرة. تمام يا فندم، عربيات وعمالة مباشرة وغير مباشرة كلنا بالمجان، ما بناخدش جنيه من المحافظة. تمام. ده أكل عيشنا وأكثر من 500 أسرة في هذا المكان يا فندم. سبق سيادتك طلبوا تقنين اوضاع المنطقه، قمت بنظافه المنطقه بالجهود الذاتيه انا وجميع الناس اللي موجوده في المنطقه، شلنا جميع المخلفات اللي مرميه في مدخل المنطقه، جبنا رمله على حسابنا الخاص، دهنا صاج، زرعنا شجر، جملنا المنطقه، وابراهيم بيه الشهابي نائب سياده المحافظ جه مره واثنين وثلاثه وشاف سيادتك العمل اللي موجود على ارض الواقع، واتلينا تفتيشات من الصحه ومن البيئه، وشافوا احنا مجملين منطقتنا اكتر من اي مكان تاني داخل المنطقه. يعني اذا قبل موضوع الحريق ما كانش فيه اي ولا اي حاجه، الدنيا تمام طبعا معاكم، الدنيا تمام. حضرتك وريتني تصاريح متاخده من الهيئه العامه للنظافه والتجميل، اذا في تعاون ما بينكم وبين الهيئه وما بين المحافظه، واحنا معروفين في الهيئه العامه للنظافه والتجميل. تمام، لان انتوا طبعا بتساعدوا المحافظه في ملف يعتبر الهيئه العامه للنظافه والتجميل اتنشات سنه 84 ملفات او 85، احنا من سنه 70 موجودين على ارض الواقع، فالهيئه جت علينا واحنا رجاله الهيئه يا فندم. اذا نقدر نقول ان المحافظ خد قرار بنقل منطقه البراجيل بعد موضوع الحريق اللي حصل، بناء على انه خايف على مخاطر المساكن والناس اللي موجوده. لسه مفيش قرار، ما عندناش خلفيه عن هذه النقطه. هم نبهوا علينا عدم اعاده ايقاف الاعمال فقط. تمام، النهارده بقالنا اعمار، فاحنا بنطالب عيد اعمار يا تديني بديل، سيبنا عيد اعمار واشتغل اكل عيش لغايه ما توجد لي البديل. ونعملها، انما سيادته ما خدش قرار بنقلنا لسه. ونعملها لسه اعمار على نفقتنا الخاصه وبشكل محترم وحضاري، والا اديني البديل المناسب اقدر اشتغل فيه. طيب انتوا حضراتكم ما فيش وفد منكم توجه للسيد لديوان عام محافظه الجيزه وكان في طرح بكتابه مذكره؟ مش عارفين نوصل لحد يا فندم، مش عارفين نوصل لحد. لا لا لا، انتوا حضراتكم ما وصلتوش، انتوا طالما وصلتوا لبرنامج همسه مواطن احنا ان شاء الله نتمنى يد العون والمساعده عشان الناس تشوف اكل عيشها. الناس بقى لها 10 ايام دلوقتي في عهد الرئيس، الرئيس عبد الفتاح السيسي، اي مسؤول اي محافظ بابه مفتوح للمواطنين، حتى لو ما اتاحش ليك ان انت تقابله المحافظ، بتقابل السكرتير العام او مساعد السكرتير. ان شاء الله احنا معاكم متواصلين، ان شاء الله موضوع اللقاء هيحدد من خلال برنامج همسة مواطن، ان يكون في وفد منكم
يمثلكم جميعا ونذهب ان شاء الله للمحافظ عشان نضع حلول. احنا يا فندم 60% من نقل مخلفات محافظه الجيزه على عاتقنا الخاص، عربيات وعماله ورجاله مجانا تماما. كم سياره مسموح لها استاذ الزرماني؟ منطقه البراجيل فيها انتوا واخدين كم تسريح بكم سياره؟ حوالي 300 سياره يا فندم. 300 سياره يعني عدد كبير جدا. عدد طبعا مهول طبعا. شايلين محافظه الجيزه من سنه 70 يا فندم. 300 دول بيعملوا من خلال محافظة الجيزة. اه يا فندم التسريح هي عربيات ملكنا، عربياتنا خاصة ملكنا لكن تحت إشراف الهيئة. كلنا رجالة الهيئة يا فندم شغالين من خلال الهيئة العامة للنظافة والتجميل. لنا بقى أن نتخيل سيادة المحافظ إن الناس دي فجأة شغلها وقف، يبقى إحنا عملنا شلل لمنطقة كاملة محتاجة للعون. فأنا بناشد سيادة المحافظ أرجوك اعمل اجتماع فورا لهؤلاء الناس، لأن في بيوتهم مفتوحة محتاجين للعمل، هم مش مقصرين، هم كل اللي محتاجينه البدائل والحلول يا فندم. يعني قبل ما حضرتك تتخذ اي قرار يخص الناس دي ارجوك حط بدائل وحلول او اماكن اخرى يحطوا فيها شغلهم، خصوصا ان دول 500 اسره وطبعا طبعا كل اسره مكونه من لو هنقول بس متوسط. حضرتك اتفضل. مع كامل الاحترام يا ريت يعني ما ينظرناش نظره مهمشه، يهتموا لامرنا دي حاجة. الحاجة التانية هي مش مجرد عشش صفيح زي ما هما بتذكر في الصحافة وحاجة واتحرقت، هي بالنسبة للناس عشش صفيح لكن بالنسبة لنا احنا حياة. طبعا لا انا رحت وشفت، انا رحت وشفت، لا مش عشش صفيح حتى لو لا هي لا هو هي. بيقول لو حتى هي عشش صفيح بس هي بالنسبة لهم حياة وهي مصدر رزقهم. يعني ارجو من اي يعني من سيادة المحافظ ان هو يبص لنا بعين العطف، يقعد معانا يسمع شكوانا. تمام. اقتنع بكلامنا، اقتنع، ما اقتنعش يعني هيشوف بديل وحل بديل. لكن الوضع سيء جدا. انتوا لكم يعني كام يوم والعمل متوقف؟ 10 يا فندم. 10 ايام النهارده 10. طبعا انتوا بتتكبدوا خسائر ماديه وايضا المواطن اكيد طبعا اللي انتوا بتجمعوا منه المخلفات متراكمه طبعا، اكيد في تراكم لان انتوا برضو شايلين عبء كبير. 60% يا فندم طبعا. 10 ايام يعني خلل في البيئه، حرج. نحن في جائحه كورونا، ربنا يستر على البلد طبعًا. وعلينا الرابعه وخطيره بيقولوا، فيعني غلط ان الزباله تفضل عند الساده السكان 10 ايام وانا كزبال مش عامل اضراب ولا متمرد، لا هجيبها واوديها فين؟ لا انا فندم يعني انت حتى لو ما اشتغلتش انت غصب عنك. انا فندم بصفتي نقيب الزبالين ونحن مواطنين مصريين خدمنا البلد على مدار 100 عام بالطوارس عن ابائنا واجدادنا، بطالب السيده وزيره التضامن الاجتماعي بصرف تعويضات للناس اللي اتخرب بيوتها، فيهم ناس خسرت اكتر من 2 مليون جنيه، مواد صلبه متراكمه وكلها مشتقات بترول قابله للاشتعال وهي دي اللي بهدلت الدنيا. وطالب وزيرة التضامن الاجتماعي بصرف تعويضات للناس اللي اتخرب بيوتها. وطالب السيد المحافظ بالسماح لنا بإعادة إعمار لكي نتمكن من العمل. يعني عجب الوضع اللي هنعمله برفانات جميلة وشكل الشياكة وكايت حريق صاج وكله مضاد للخطر، عجبوا سيبنا قاعدين زمان، ما عجبوش عايز ينقلنا يوجد لنا البديل واحنا تحت أمر الدولة وتحت أمر البلد. لكن كده لا، ما فيش وفد من التضامن زار حضراتكم؟ لا 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 مش هتيجي خالص يا فندم. ما فيش اي وفد من التضامن خالص. خلينا نقول ان اعاده التدوير برضه تعتبر ثروه اقتصاديه لمصر، ازاي نوقف شغل زي ده 10 ايام على هؤلاء المواطنين اللي فاتحين بيوت والمواطنين في عز ذروه كورونا؟ انا شايفه ان الموضوع صعب جدا. سياده المحافظ ارجوك اسرع في انك تحط وضع بديل لهؤلاء العمال البسطاء والحق المواطنين والمصيبه من الوباء. وكمان ايضا انا بناشد السيده وزيره التضامن يكون في زي ما قال السيد نقيب الزبالين او نقيب جميع القمامه، يكون في اعانه عاجله لهؤلاء ويكون في زياره من مسؤول الحي التابع للتضامن للوقوف على مشاكلهم ومساعدتهم، لان دول اسر مصريه وبيخدموا البلد. فلما يبقوا في وقت شدة أو ضيق واجب علينا واجب على الدولة تقف بجوارهم وتقف جنبهم وتساندهم. ده يعتبر ندائنا للسيدة وزيرة التضامن. أما موضوع محافظ الجيزة فسيادة المحافظ إن شاء الله هيستجيب لبرنامجنا، لأن إحنا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي مدي تعليمات لكل المحافظين بتسهيل أمور جميع المواطنين وتلبية شكاوي جميع المواطنين، خصوصا إن إحنا شكوتنا
بتخص يعني بتخص طرف مهم جدا، جميع القمامة اللي هم لو غابوا بنشعر بيهم كمواطنين طبعا، لأن ما حدش تراكم القمامة بيؤدي إلى رائحة كريهة وأيضا انتشار أمراض، فدول بيشيلوا شايلين عبء كبير جدا عن الدولة. فلما يكونوا في محنة الدولة أكيد، وخصوصا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأب الراعي لكل المصريين، أكيد هتتمد لهم يد العون من السيد المحافظ ومن وزيرة البيئة وأيضا من السيدة وزيرة التضامن. من خلال برنامجنا احنا بنناشد كل المسؤولين، احنا توجهنا للمكان وصورنا بعض اللقطات، يمكن طبعا عشان كان ممنوع التصوير، واحنا استجابنا طبعا لما قالوا ممنوع التصوير، لكن صورنا بعض اللقطات، يمكن ياريت مخرجنا ينزلها لنا للمنطقة. صورنا بعض اللقطات اللي هي اللي بتظهر المنطقة، فياريت ان شاء الله يبقى في استجابة سريعة لشكاوي اهالي منطقه البراجيل خصوصا من جميع القمم. استاذ سمير تحب تقول ايه او يعني نداءك يعني كلمه؟ نداء النظر لنا بعين العطف، يعني احنا محتاجين مسؤول يقابلنا يكلمنا. المسؤولين عدوا واحنا في عز الازمه ما نزلوش ازاز عربياتهم. طيب هل في وفد مثلا قابل السيد رئيس المدينه؟ انتوا طبعا المنطقه تابعه ل زي ما قلت لحضرتك مدينه أوسين. طيب هل رئيس المدينه قاعد قصه التهميش اللي انا بكلم حضرتك فيها، احنا عايزين حد يكلمنا. لا ان شاء الله احنا بنناشد برضه السيد رئيس مدينه أوسين انه يفتح مكتبه. دول 500 اسره، حضرتك سواء المكان هيشتغل او مش هيشتغل او هتتوجدوا او هيتوجد بديل، يا ريت حضرتك مكتبك يكون مفتوح ليهم، يا ريت يبقى في وفد يزور رئيس المدينة ويشوف هم طلباتهم ايه. وكمان يا اشرف يكون في سرعة استجابة يا فندم بعد اذن حضرتك، 10 ايام زبالة متراكمة في البيوت في عز ذروة كورونا وفي عز ذروة ان في اعداد بدأت تزيد مرة اخرى، واحنا بنحاول نحط كورونا بين قوسين في مصر. فبعد اذن حضرتك سرعة الاستجابة مع هؤلاء المواطنين العمال الشرفاء الذين يستحقوا النظرة الجدية، لان هم مش مواطنين عاديين، دول عمال نظافة ونظافة من الايمان، فلابد من النظر بقوة وبعين الرأفة السريعة في هذا الموضوع. طبعا أستاذة هبة احنا دايما عندنا ثقة في مسؤوليننا، وزي ما قلت لحضرتك احنا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي طبعا الأب الراعي، وهو لا يسمح بذلك، سيد الرئيس لا يسمح بذلك، تعليمات لكل المسؤولين بخدمة المواطن والوقوف على هموم ومشاكل المواطنين. كلمة أخيرة سيادة النقيب. والله أنا قلت بما فيه الكفاية وإحنا مش عايزين نقول كلام. أنا ليه اعتاب جدا جدا على وزارة التضامن الاجتماعي؟ ليه يعني؟ ليه؟ ده السيد الرئيس أوصى بالغلابة، ده إحنا غلابة، ده إحنا خلايا نشطة، ومفيش أغلب من جميع القمامة يعني. ليه يا فندم؟ ليه ما حدش يروح من الوزارة يزور ده؟ أعرف واحد اسمه المعلم نظير بيلم مواد صلبة، وواحد اسمه المعلم سمير لطفي تجار مواد صلبة، كل واحد فيهم يخسر مليون جنيه. معلم روماني ده بيته اتخرب، ثروه واقتصاد وقع على الارض، اقتصاد الناس دي اتدمرت، ثروه واقتصاد وقع على الارض للاسف. ليه كده؟ والمواد الصلبه دي بتساعد الدوله، احنا بدل ما نشتري مواد خام يعني، بدل ما تيجي تطبطب عليا وتمسح لي دموعي وانا مواطن مصري وبحب البلد وبنضف البلد، ما تسالش فيا وكمان ما تخلينيش اعيد اعمار الحاجه اللي اتحرقت على حسابي وتخرب بيتي. طبعا اكيد مصر بتحبك يا سياده النقيب، عشاننا في ربنا والسيد الرئيس والسيد المحافظ من الاخر، وانت رمز للوطنية ورمز للشهامة، وطبعا احنا بنضم صوتنا لصوتك طبعا. واحنا عارفين مدى تأثرك للمشكلة، لان انت طبعا شايل على عاتقك هم كبير جدا. يمكن قلت لي قبل في الكواليس ان جميع القمامة يتعدوا المليون شخص، مليون في القمامة يتعدوا المليون شخص، فانت طبعا تشكر. يمكن حضرتك تقطن منطقة الزرابي بالمقطم، ولكن لما وصلت لنا المشكلة انت اول من استجاب، ونزلنا يمكن منطقة البراجيل بوجود حضرتك وكنت وسط جميع القمامة. فطبعا يستحال ان شاء الله بعد ما المناشدة الجميلة بتاعتك ووجودك معانا ان شاء الله صوت اهالي البراجيل من جميع القمامة هيوصل، زي ما احنا انت حضرتك يمكن ادرى مننا كمان ان البلد
ما بتسيبش ابنائها في عهد، خصوصا في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي مدي تعليمات. يمكن انت ليك عتاب وده عتابك من حقك ومن حقهم برضو ان هم يعتبوا على المسؤولين، ولكن مصر طبعا عمرها ما تتخلى عن ابنائها، وخصوصا من جميع القمامه، لان المخلصين من جميع القمامه اللي دول لو غابوا احنا بنشعر بيها يعني. لان احنا لما بنشوف الشارع جميل بنصبح الصبح بنشعر بسعاده وبهجه، غير منزل ولاقي رياحه كريهه ولاقي مخلفات كمامه في الشارع، وفي عز الاوبئه وفي عز ذروه كورونا وفي عز احنا دايما بننادي بالاجراءات الاحترازيه. فازاي بننادي بالاجراءات الاحترازيه وكل بيت حاليا بقاله 10 ايام القمامه امام بيته؟ ان شاء الله يبقى في استجابه لازم سريعه، لازم حل واستجابه سريعه ان شاء الله. في استجابه احنا دايما متعودين من مسؤولينا وخصوصا في برنامج امس مواطن ان الاستجابه بتبقى كبيره جدا وبيستجيبوا لكل مشكله بنعرضها، خصوصا لما بتخص قطاع كبير من المواطنين. كلمه اخيره بقى استاذ روماني، احنا نتمنى يا فندم مد يد العون والمساعده عشان الناس تبتدي تشوف اكل عيشها، ونبتدي نعمل مكاننا على حسابنا الخاص ونجمل مكاننا، او اذا كان في بديل اخر يشوفوا لنا بديل مناسب للناس تبتدي تدور شغلها واكل عيشها، لان احنا في الاول والاخر احنا شايلين 70% من مخلفات محافظه الجيزه، ما بكلفش الدوله جنيه. فنتمنى المعونه. استاذ سمير كلمه اخيره. هي زي ما قال الاستاذ المعلم رمان والمعلم شحاته، هي مد يد العون. احنا عايزين المسؤولين تقعد معانا تحكي معانا تسمع ارائنا وشكوانا. احنا مواطنين مصريين مش جايين من ان شاء الله مصر. من خلال برنامج همسة مواطن هنوصل صوتكم للسيد المحافظ، وان شاء الله هنتحرك معاهم ونقابل حضرتك قريب، ونتمنى استجابه طبعاً سريعه للموضوع. طبعا احنا بنشكر السيد نقيب الاعلاميين اللي بيدينا مساحه من الحريه نعبر فيها عن اراء ومشاكل المواطنين في ظل طبعا النقابه. وطبعا بناخد كلمه اخيره من السيد نقيب العمال جميع القمامه. عم شحاته انت انا عارفك متاثر والموضوع مزعلك جامد، لانه طبعا دول انت مسؤول عنهم وده حق ليك، لكن ناخد منك كلمه نداء اخيره. يا فندم بشكر حضراتكم واداره البرنامج في توصيل صوت المظلومين للمسؤولين. حقك علينا يا عم شحاته، ربنا يخلي حضرتك. و بس انا قلت اللي عندي بكفايه، بقول مره تانية كل سنه وكل اخوات المسلمين بخير بمولد الرسول الكريم، وبقول يا رب احفظ مصر ورئيسها وجيشها وشعبها وشرطتها. اللهم امين. بشكرك يا عم شحاته وبشكرك انت، يعني بتمثل رمز للوحده الوطنيه طبعا، زي ما عودناكم وزي ما المسؤولين طبعا معودينا ان بيستجيبوا دايما لبرنامج همسه مواطن. ان شاء الله يبقى في استجابه من السيد محافظ الجيزه والسيد رئيس مدينه اوسيم. حضرتك يا فندم اقعد مع الناس، يا ريت يبقى في وفد يقابل حضرتك ويتم اعاده الناس تشتغل عشان الحياه تمشي، واي اشتراطات خصوصا اشتراطات البيئيه او حمايه اللي يبقى عندهم زي طفايات حريق، طفايات حريق، الحاجات الاشتراطات اللي تامن المواطن وتامن المنطقه من وقوع حريق اي مخاطر زي اي حريق تاني. يا ريت يبقى في استجابه. وبشكركم وبشكر اسره البرنامج وبشكر القائمين خلف الكاميرات، زي ما عودتكم في كل حلقه بنقول لكم احنا معاكم مستمرين في حل مشاكلكم وقضاياكم. وفي نهايه الحلقه بشكركم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.